اليوم مشاهدينا رح نحكي عن ايباد برو. خلينا نبلش مع بعض. مثل ما قلنا مشاهدينا، اليوم رح نحكي عن ايباد برو، شو هي الميزات والمواصفات تبعيته تميزه عن غيره. اول شيء بنشوف انه في 4 سبيكرز صار بالايباد برو، طبعا هذا الشيء كثير مليح، حيعطينا تجربه ستيريو كثير ممتازه، وهي طبعا بيعرفوا اذا كنت حامل الايباد برو بالطول او بالعرض. ثاني شيء طبعا مميز فيه انه قياس الشاشه 12.9، وطبعا هذا الشيء كثير كبير، وهن قالوا انه ليش 12.9 بالضبط، انه اذا حملت الايباد برو بالعرض هو بيساع ايباد اير 2 بالطول، يعني اذا تحط شاشه الايباد اير 2 بالطول حتساعه بضل شوي زياده. طبعا هذا الشيء بيساعد بس يكون واحد عم شغل اكثر من تطبيق، وبيعطي مساحه كثير كبيره للشغل. الريزولوشن فيه هو 2732 × 2048، وهي طبعا شيء كثير كبير، هي اكبر ريزولوشن من الماك بوك برو مثلا 13 انش. طبعا الشاشه رتنا مثل العادي، مثل ما قلنا الشاشه كبيره بتخلينا نعمل مالتي ويندو اكثر من شاشه مع بعض، ونشتغل من اكثر تطبيق مع بعض، وهذا الشيء كثير ممتاز، وخاصه مشان نستفيد من الشاشه الكبيره. وطبعا اذا بدنا نحضر افلام او مسلسلات صار تجربه كثير ممتازه لانه الشاشه كثير كبيره، هذا الشيء كثير بيساعد. نوصل على شيء كثير مهم بالموضوع، هو الشيب A9X R9X، وهي كثير ممتازه مثل ما عم نشوف اداء السي بي يو او المعالج تبعه، والفرق بينه وبين ايباد اير 2 والجي بي يو فرق كثير كبير عن الايباد اير 2. طبعا مثل ما شفنا بالمؤتمر تاع الابل حكوا انه اقوى بكثير من لابتوبات نزلت هذه السنه بالنسبه للسي بي يو والجي بي يو. طبعا كل هالقوه بتخليك تعمل اديت لفيديو 4K، عملوا مثل ديمو او عرضوا انه في الواحد يعمل 3 فيديو 4K مع بعض نفس الوقت، واحد في يعمل اديت لهم. فطبعا هذا الشيء كله الفضل له بالنسبه للشيب الجديد A9X اللي هي كثير قويه. ومع كل هالقوه البطاريه بتضل 10 ساعات بحسب الابل طبعا، بس الواحد بكره يفحصوا على ارض الواقع بنشوف على الضبط قديش ممكن تضل. الالوان في عندنا مثل عادي السيلفر سبيس جراي، وطبعا في زياده الجولد، بس ما في اللون العزهر مثل اللي شفناه بالايفون 6S. بتمنى منكم اذا بتحبوا تحضروا كمان حكينا عنه في فيديو سابق. وهيك مشاهدينا هذا اهم شيء بالايباد برو. هلا بنوصل على الملحقات الجديده لإلو. هون طبعا المميزين السنه، اول سنه تنزل شيء من هالنوع على الابل. خلينا نشوف اول شيء، في عنا الكيبورد جديد. هلا مثل ما شفنا الايباد برو في من تحت في مثل 3 نقاط او 3 مشان التواصل مع هذا الكيبورد، وهن مغناطيس يعني بيلزقوا بسرعه، وهن نفس الشيء بنقلوا داتا. طبعا هذا الكيبورد ما بده شحن، بيشتغل بلا بطاريه، بس طبعا ما راح يكون في اضاءه خلفيه للفأسات، وهذا الشيء ممكن يكون مزعج بالليل الواحد ما راح يشوف. وطبعا هذا الكيبورد هو فول سايز، حجم كامل مثل كيبورد بنستخدمه على اللابتوب او الكمبيوتر العادي، وهذا الشيء كثير ممتاز. مثل ما عم نشوف الصورة التصميم تبعه مثل العادي كثير رائع، وفينا نطويه بصير كفر للايباد برو بنفس الوقت. اما السعر هو اهم شيء بالموضوع، هو $169، هذا السعر بامريكا، طبعا بيختلف السعر بين دولة ودولة حسب الضريبة. بنوصل للشيء الثاني الحلو بالموضوع، هو الابل بنسل او القلم تبع الابل، نزلوه جديد. طبعا مثل العادي منتجات الابل كثير شيء مميز، كثير سنسيتيف وكثير حساسي للضغط وللميلان، يعني حسب انت قديش ضغط على الشاشه راح يكون الخط راح يطلع. وطبعا اذا كانت مايلي القلم مايلي ايدك راح يطلع شيء ثاني، هذا شيء كثير حلو.
مثل ما عم شوف هون ديمو او عرض عن في الواحد يرسم عدة الوان او اذا كان بيشتغل بالهندسي او بالرسم في طبعا يرسم شغلات احترافية. طبعا بيشتغل على كل شيء تطبيقات شغل الابل وطبعا بالمستقبل راح ينزل تطبيقات جديدة مثل ما شفنا الادوبي كمان عملت مثل عرض للمنتجات تبعتها مع القلم. هون كمان بنشوف انه بيميز ايباد برو بين اذا كنت حاط ايدك او القلم. هون بيعمل سكان للشاشة 240 مرة اكثر بس يكون ما يشتغل القلم. طبعا هذا الشيء هيعطينا كثير دقة. هون كمان عم شوف انه اذا بتحطه خلال 15 ثانية الشحن هيعطيك شحن ل 30 دقيقة بيشتغل. بس هون الشغلة المريحة برأيي انه القلم بدك تضطر تشحنه عن طريق الايباد برو، يعني بدك تحطه بالمدخل الشحن من تحت لتقدر تشحنه. طبعا الشكل كثير غريب راح يطلع، برأيي لو عاملين شحن منفصل له كان راح يطلع احسن بكثير. نوصل للسعر اللي هو 100 دولار اللي هو طبعا مو كثير غالي، بس بنفس الوقت اذا نقارنه بغير شركات مانو جاي مع الايباد، يعني مانو متضمن السعر مع الايباد برو، فانت راح تضطر تشتري لحاله. وهيك مشاهدينا اليوم خلصت حلقتنا اللي حكينا فيها عن الايباد برو وعن كيبورد تبع الابل والقلم الجديد. بتمنى تكون نال اعجابكم، بتمنى انكم تضغطوا على زر الاعجاب وتشاركوا الفيديو على الفيسبوك، تشتركوا قناتي توفاك 777. طبعا فيكم تشوفوا الايفون 6S شو حكينا عنه بالفيديو السابق، بيكون تشوفوا تحت زر الاعجاب بتلاقوا الرابط. نشوفكم بالفيديو القادم. باي باي.